أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي يرتد وهو متزوج، هل يجب عليه أن يجدد العقد إن أسلم وحسن إسلامه وتاب من الردة؟ إذا ارتد وهو متزوج تبقى امرأته في العدة، فإن تاب يفرق بينه وبين زوجته، وتبقى امرأته في العدة، فإن تاب في أثناء العدة رجعت إليه، رجعت إليه زوجته. أما إذا استمر على الردة فإن زوجته تبين منه، أو خرجت زوجته من العدة، خرجت زوجته من العدة ولم يتب، فإنها تبين منه، تبين منه بالخروج من العدة. فإن تاب إلى الله وأراد أن يتزوجها بعقد جديد فلا بأس، يتوب إلى الله ويتزوجها بعقد جديد فلا بأس. أما إذا تاب في أثناء العدة ترجع إليه، إذا لم يتب إلا بعد انقضاء العدة فله أن يتزوجها بعقد جديد. نعم.